الإخوة والأخوات الأحبة، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم في قناة الزراعة شريان الحياة، ومعكم أخوكم سعيد يونس من فلسطين. للمهتم بحبوا يتواصلوا معي ممكن يكتبوا سعيد يونس ويتواصلوا معي في الفيسبوك، ممكن يتواصلوا معي في قناة اللي هو في مجموعة الزراعة شريان الحياة في الفيسبوك، أو في مجموعة الحياة والعلم كمان في الفيسبوك. أنا عندي يعني عدة مجموعات، وعندي مجموعة كمان عن اللي هو الطب، الطب والأعشاب، بس ما بكتب فيها كتير يعني. فأول إشي برحب كل المتابعين والمتابعات والأعضاء الجدد، وبرحب في الأخ الفلسطيني الموجود طبعا ابن بلادنا. أنا برحب في الجميع يعني، في كل الدول العربية سواء من العراق أو من المغرب أو من فلسطين أو من مصر أو من عمان، فأنا إلي متابعين من جميع أنحاء العالم. ولكن أخص أنا بالترحيب اليوم لأنه هذه إجابة على سؤال من الأخ الموجود في ولاية بايرن في ألمانيا، وأهدي سلامي. امبارح احد الاخوه الفلسطينيه من طول كرم كتب لي في الفيسبوك، اسمه ابو رامي خربوش من طول كرم، سلامي الى طول كرم وجنين وبير زيت. و كل القرى والمدن الفلسطينيه، واخص كمان بسلفيت لانه سلفيت لها معزه على قلب ابي رحمه الله عليه. كان اجازته السنوية يأخذها 16 يوم ويقضيها في سلفيت في موعد زيت الزيتون. وموضوع الحلقة اللي هو شجرة زيت الزيتون والأشجار الفلسطينية، هل ممكن زراعتها في البلاد، ما أجمل هذه الوردة، في البلاد الأوروبية اللي درجة الحرارة بتنقص عن 20 درجة. وأنا هقولكم في آخر الفيديو عن ست نصائح كيف أنت تحفظ النباتات من البرد. ليش إحنا بنركز الفلسطينيين بركزوا على شجرة الزيتون؟ شجرة الزيتون هي شجرة الصمود. لا هذه لازم نحط الورد هيك عشان تضلها في الصورة هذه. فعش هذه الورد الحلو هذه لازم تضلها هون. فليش شجرة الزيتون إحنا بنركز عليها؟ شجرة الزيتون بالنسبة للفلسطينيين احنا تدعم صمود الشعب الفلسطيني. انتوا بتلاقوا ايش بيقلعوا الاعداء، يعني الصهاينة بيقلعوا اشجار زيتون دائما، يعني سلفيت هيم قاعدوا بيستولوا على زيتونها اللي انا زي ما قلت لكم غالية على قلبي سلفيت. فهم بيركزوا على قلع زيت الزيتون وقلع الاشجار، وهم بيقلعوا احنا بنزرع. فالأخ الفلسطيني قال لي، هل سألني هل ممكن زراعة الزيتون في ألمانيا؟ أنا أقول له بصفة عامة ممكن، بس في بعض المناطق في ألمانيا، يعني ممكن اللي هو في مناطق اللي هو الراين، وفي جزيرة في جنوب ألمانيا جزيرة ماينو. أنا كنت في جزيرة ماينو وفيها التين والليمون والبرتقال كل الأشجار الموجودة في فلسطين، مناخها يشبه مناخ فلسطين، وهي في قلب ألمانيا يعني في وسط ألمانيا، فممكن في ألمانيا. ولكن بالنسبة لك أنت موجود في بايرن، هأقول لك عن تجاربي. أنا زرعت الزيتون منطقتنا هنا في السنوات الأخيرة ما بتنزل درجات الحرارة زي زمان. زمان كانت تنزل 28 درجة تحت الصفر، الحين بتنزل بس ل 15. ما بعرف إنه في تغيرات مناخية أو إيش السبب، بس مش موضوعنا هذا. المهم أنا زرعت شجرة الزيتون وعاشت عندي سنتين في الحديقة، وكانت كل سنة تموت أغصانها لعند الجذع، يعني الجذع ما يموتش. ولكن في السنة الثالثة أجا البرد، كانت 28 تحت الصفر، وماتت الزيتونة كلها. فإحنا بالنسبة للفلسطينيين وكمان يعني الناس اللي في محيط البحر الأبيض المتوسط، يعني الساحل الشمالي في مصر، لبنان، سوريا، المغرب العربي، تونس، ليبيا، الجزائر، فإحنا بنحب الأشجار. يعني أهل الساحل إيش الأشجار بيحبوها؟ بيحبوا الزيتون، بيحبوا التين، التوت، الجميز، بيحبوا اللي هو الرمان،
الرمان، بعدين بيحبوا السماق، احنا قلنا الليمون والاشياء، ويعني هذه الاشجار اللي بيحبوها. طب ايش الاشجار اللي انت ممكن تزرعها في مقاطعه بيان وعندكم درجه الحراره، انت زي ما تقول لي سيبيريا المانيا درجه الحراره بتنزل ل 25 درجه تحت الصفر وتتجمد الانهار. عندنا احنا الانهار تتجمد، المناطق اللي بتتجمد فيها الانهار لا تستطيع ان تزرع فيها الزيتون. هذه النبته على فكره إلها زي البطاطس تحت وتتحمل درجات الحرارة 30 درجة تحت الصفر أو أقل، هي أصلها ياباني هذه. هذه نوعية يابانية ريحتها حلوة مش كثير ثقيلة، في بس 100 أثقل منها. طب أنت هل ممكن أزرع الليمون؟ قلت لكم في مناطق نهر الراين، يعني ربما مدينة كولونيا، آخن، والمناطق الدافئة في ألمانيا ممكن تزرعها تحت ظروف معينة. أنا زرت أقارب إلي في هولندا وعندهم رمان وعندهم كذا في الحديقة لأنه المنطقة تبعتهم دافئة. طبعا أنتوا في وسط أوروبا ولكن هم بيقدروا يزرعوا، أنا بقدرش أزرع. فإيش الأشجار اللي أنتوا ممكن تزرعوها في ألمانيا في المناطق الباردة؟ المناطق الباردة ممكن تزرعوا التين. هذه التينة من البذور وحتى في الصيص وكانت متروكة في الخارج زي ما أنت شوف شايفين، حتى الساق بتبعها اللي هو القمة تبعت الساق ما تجمدت وهذه عاشت. فهذه نوعية من التين، التين عدة أنواع، في أنواع لا تتحمل البرد، فأنت جرب نوع. هذه أنا اشتريت اللي هو الثمار التين التركي اللي بيبيعوه عندنا في الثمار الطازجة، وأخذت البذور منها وغرستها وطلعت هذه شجرة التين. فالتين في منه أنواع تتحمل درجة الحرارة حتى 30 تحت الصفر، ما بتأخر شيء، وهشرح لكم كيف أنتم تتعاملوا مع هذه النباتات سواء في البلاد العربية أو في أوروبا أو في أي مكان في برد. فعندي تقريبا 6 نصائح لتعامل النباتات. هنعرض نبتة تانية اللي هي اللي احنا الفلسطينية بيحبوا كثير، اللي هو شجرة السماق والرمان. هذا جبت غصن من الرمان لأنها الرمانة هذه في الحديقة. الرمانة هذه تتحمل درجات الحرارة 30 تحت الصفر. لا أعرف إذا كان منه أنواع، ما بعرفش، بس الرمان اللي عندي أنا زرعتها من البذور وعمرها الحين تقريبا 10 سنوات، وهي يعني في الخارج وتتحمل درجات الحرارة تحت الصفر وحتى أغصانها ما تتجمد، يعني ما تتجمد زي ما قلت لكم. أنتوا التين أحيانا بيكون في الحديقة بتجمد لفوق إذا أنت ما بتحموش، أنا حوريكم وأقول لكم كيف تحموه بحيث إنه الأغصان ما تتجمدش في الشتاء. بالنسبة للسماق، السماق الفلسطيني والسماق العربي لا تستطيع زراعته في درجات الحرارة 20 تحت الصفر، بموت. ولكن هذا السماق الألماني هو يشبه السماق العربي، هذا يتحمل درجات الحرارة 20 تحت الصفر. هذه أنا تركتها في خارج المنزل وكانت درجة الحرارة عندنا في الشتاء تجمد النهر، يعني كانت تقريبا 20 تحت الصفر ولمدة طويلة ولم تتجمد، يعني لم يتأثر عليها أي شيء وحتى في القصيص. في أشجار أخرى، هذه شجرة الأسكادينيا أنا زرعتها عدة مرات في الحديقة وكانت تنجو من البرد، فبموت الجزء العلوي والجزء السفلي احتمال لسه تكون طيبة. لا هذه ميتة، هذه خلاص، هذول ماتت. لا لسه طيبة من تحت أعتقد، لا مش عارف، لا هذه خربانة. فهذه ما تتحمل البرد، يعني زرعت عدة مرات وصارت أحيانا كانت عندي 3 سنوات أو 4 سنوات في الحديقة، وتيجي السنة الخامسة وصور طولها مترين، وتيجي السنة الخامسة ويكون برد شديد، وأنا ما يعني أنا بجرب، أنا بعمل عليها تجارب، أنا كنت قادر أحميها من البرد، ولكن بدي أنا أجرب إني أزرعها بهذه الطريقة زي ما بزرع التين بدون أي حماية. الفل ما بتحملش درجات الحرارة 20 تحت الصفر، الفل والكارتينة والأشياء زي هيك. فالحين نجي لكم إحنا لأسرار الزراعة، وهذا أهم شيء، أنا أديكم 6 أسرار من أسرار الزراعة. أول طريقة لحماية النبتة، إذا أنت متأكد إنه الفل بتبعتك هذه ما بتتحملش درجة الحرارة، الحماية أحسن حماية لك
انك تحطها في منطقة دافية يعني داخل البيت. هذا رقم واحد. الرقم الثاني، النباتات اللي بتتحمل البرد زي مثلا اللي هو الخزامي او بنسميه اللافندل. هذا اللافندل اذا بتزرع انت الشتل صغيره وهي عنقه زي هيك تزرعها في الخارج احتمال انها تموت تبرد، فلازم يكون عمرها تقريبا سنتين. نفس الشيء بالنسبه للتين، نفس الشيء بالاشجار. الزيتون لازم الشجره اذا بدك انت تجرب وتعمل تجارب لازم يكون عمرها تقريبا 3 سنوات، ويكون الغصن بهذا يعني يكون الغصن كبير يعني حتى انها تتحمل درجات الحراره تحت الصفر. فقلنا احنا النبتة لازم تكون ملائمة للطقس، يعني انت بتعرف انها بتعيش، لانك ما تشتري زيتونة ثمنها 200 يورو وتزرعها وتموت، يعني ما استفدت الشيء. رقم 3، لا تترك النبتة في القصيص. يعني انا تركتها في القصيص لاني بعمل تجارب ما صارش اشي، بس عادة اذا انت بتترك النبتة في القصيص والنبتة تتحمل البرد هي احتمال انها تموت اذا كانت في القصيص. احسن شيء تزرعها في التربه وتزرعها قبل، يعني تزرعها في الصيف زي ما انا زرعت التفاح من البذور الان زرعته انا في الحديقه، ما زرعتوش يعني قبل في الخريف، زرعته الان حتى انه يعمل جذور ويتاقلم مع البيئه، ولما يجي البرد بتك اوراقه واحتمال انه ينجو. فتتركوش النبته في القصيص اذا كان عندكم درجات الحرارة بتنزل لتحت الصفر وبصير عندكم حرويل ويصير كذا، لأنه احتمال أنه الصقيع مش يقضي على الأوراق، احتمال أنه يقضي على الجذور فحتموت النبتة. فإذا ماتت جذورها وحتى لو الأقصى ما صار لهاش إشي هي حتموت. فإحنا عشان نحمي الجذور بنحطها في داخل التربة. رقم 4، تسميد النبتة بالكاليوم اللي احنا بنسميه بالعربي بوتاسيوم والحديد. عنصري البوتاسيوم والكاليوم وطبعا المنجنيز والاشياء الثانيه هذه تقوي مناعه النبته ضد الجفاف وضد البرد. ضد الجفاف يعني اذا تجيها بتعطش النبته زي ما انتم شايفين، هذه انا مسمدها بالبوتاسيوم وبالحديد. هذه شايفين كيف ناشفه، الي ايام ما سقيتهاش شايفين حتى مش ذبلانه، التربه ناشفه تماما ما فيش فيها يعني تقريبا ولا اي شيء من الرطوبه. فما تؤثر على النبته، يعني تحميها من الجفاف وتحميها كمان من درجات الحراره تحت الصفر. الكالسيوم والحديد يعمل زي الماده اللي انتم بتحطوها في الموتور تبع في الميه بتبعت الموتور اللي هو بسموه فروتشوس متل بالالماني، اللي هو حمايه الميه انها ما تتجمدش في الثلج. وهذا البوتاسيوم و الحديد بيعمل له نفس المفعول عند النباتات، فلا تتجمد الاوراق ولا تتجمد العروق، لان النبته هي عاده بتموت لانها ما بتصلهاش ميه في الشتاء. تتجمد النبته وبتصير توصيل الميه للنبته، فالنبته بتموت من العطش، هي مش ما بتموت من البرد، هي بتموت من العطش. فعلى اساس انه النبته يظلوا في درجات الحراره تحت الصفر لما تتجمد الارض، الارض تتجمد تقريبا لعند 30 او 40 سنتيمتر تتجمد الارض عندنا، لانه بتجمد النار طبعا تجمد الارض، التربه بتكون جامده يعني حتى لو بدك بالفاس تعمل فيها مستحيل انك تبدا تعمل شيء. فعلى اساس انه النبته يتصلها الميه فانت تسمدها بالبوتاسيوم وبالحديد. اذا انت اذا النبته ما بتاخذ البوتاسيوم ممكن تجيب انت سماد زي هذا مثلا في 8% بوتاسيوم وفي حديد، وتحط بضع قطرات يعني مش كثير، لأنه لو بحط كثير بتحرقها للنبتة. بتحط بعض قطرات في بخاخة وبتبخ الأوراق في الخريف باستمرار، يعني كل مرة كل يومين ثلاثة بالبوتاسيوم والحديد، فبتمتص النبتة اللي هو الحديد والبوتاسيوم إذا كان هي ما بتقدرش في مانع ما في التربة إنما بتمتصش هذه المواد، فبتمتص هذه المواد، ولما نيجي الشتاء بتكون أنت حميت النبتة من البرد، وزي ما قلت لكم كمان بتحميها من الجفاف. يعني هذه البلاد العربية اللي فيها المناطق الجافة حتى انتوا لو نسيت ورتك يوم يومين ثلاثة ما تلاقيهاش ماتت، بيكون عندها مقاومة للجفاف ومقاومة للبرودة. الألمان بيستخدموا حماية، وأنا جربت هذا الشيء، أنا كانت عندي تينة
ووصل طولها لمترين ونص، وكنت أنا كيف ما قدرش البرد يقضي عليها، لأني أنا كنت كل سنة أحميها من البرد. كيف قلنا لكم؟ قلنا لكم بنسميدها بالسماد اللي هو الكاليوم، وكمان لو كان في فوسفات برضو مش يعني مش هيضر. وبعد هيك أنا حطيتها، كنت أحط عليها كيس بلاستيك. فبالنسبة للنباتات ممكن تستخدموا الخيش، تعرفوا الخيش، تلفوا النبتة هذه زي هذه هيك، تلفوها، تجيب هذا موجود في محلات الزراعة الخيش، أو عندكم كيس خيش وتلف النبتة هذه بالخيش. فلما بيجي البرد، وأهم شيء اللي هو جذور النبتة من تحت. بالنسبة للتربة التربة عندنا، يعني الألمان بيعملوا بغط التربة بغصون اللي هو الصرو، بقطعوا غصون الصرو وبحطوا كثير على التربة بحيث أن التربة جذور النبتة ما تتجمد. فهذا بتغطي أنت فيه التربة زي هيك بهذه الطريقة هيك بغصون اللي هو الصرو، وبتغطي التربة إما باللي بيستخدموه اللي هو اللي هذا فيه الفقاعات الهوائية، هذا البلاستيك تلفها، اللي بتبعتوه أنتوا بيجيكوا في الباكيتات والأشياء وبتبقى فيه الأجهزة، أو تستخدموا الخيش الطبيعي، هذا كمان بيحمي. وزي ما قلت لكم أنا جربت على شجرة التين، حطيت عليها كيس نايلون وما أثر عليها الثلج، يعني كانت درجة الحرارة عندنا في الشتاء 20 درجة مئوية، وبعد ما انتهى فصل الشتاء وانتهى الصقيع اللي هو عندنا تقريبا في هذا الوقت، يعني 25 26 مايو في منطقتنا بينتهي، يعني بصير ما فيش صقيع، فروحت انا جبت كيس البلاستيك. وطبعا هو سهل كمان، كيس البلاستيك سهل على نمو الاوراق، انها كانت مبكره في الاوراق حتى انها تثمر يعني. ف زي ما قلنا لكم بالنسبه للليمون، احنا بنحب الفلسطينيه، احنا وكل العرب يعني بيحبوا يكون عندهم شجره ليمون. هذه انا زرعتها من البذور، وهذه كمان يعني نبذه، هي مش موضوعنا، ولكن طالما انا بعرض الورده، الورده اللي انت تشوفين هنا كثير من الاخوه والاخوات بيقول احنا اوراق الليمون بتبقى عندنا صفره زي هيك، فايش نساوي؟ فكثير بتلاقي الناس بكل بتلاقي واحد 100 نصيحه، سمدها بامبيكا وبامبيكا وما بعرف شو. قبل انت ما تبدا في التسميد شوف انت الورقه، فالورقه هذه كانت هذه النبته مصابه بالعناكب، فانا حطيت فيها كبسوله، في عندنا كبسولات اللي انا عرضتها في الفيديو السابق، حطينا كبسوله واحده، هذه الكبسوله هذه بيمتص المواد الكيماويه هذه الليمونه، وبتقضي على العناكب والحشرات، وفي نفس الوقت بتسمدها بالحديد وبالامبيكا، يعني بالنيتروجين والفوسفات والكاليوم اللي احنا بنسميه بوتاسيوم بالعربي. فشوفوا كيف بسم الله ما شاء الله كيف صارت الاوراق، الاوراق صارت جميله، وشوفوا الفرق بين الاوراق اللي كانت مريضه قبل هيك هي. وتبتعرفوا العناكب من النقاط اللي موجوده على الورقه، فبتكون صفره، حتى الاوراق كانت صغيره، وشوفوا كيف الاوراق صارت كبيره، يعني الحين الاوراق وكيف كانت الاوراق قبل هيك، حتى الشتله الصغيره هذه وهي فيها كمان شجرة سماق، بذرة سماق، كانت بذرة من العام الماضي من السماق. لا بيحبوا السماق، بيسألوا قديش مدة إنبات السماق؟ مدة إنبات السماق من 6 أسابيع إلى سنة. هذه البذرة زرعتها أنا العام الماضي، يعني مش في هذا العام، وفي هذا العام هي نبتت من وحدها، فمدة الإنبات تقريبا كانت سنة، يعني زرعتها في الربيع العام الماضي، والسنة هذه أنبتت، يعني السنة هذه ما زرعتش السماق، ما بدناش انا اعمل فيديو بس لسه ما بلشتش. فزي ما قلنا لكم، فهذه النبته زي ما قلنا لكم نبته الاسكندنية هذه انحرقت من البرد، وطبعا انتهت الحين، اللي موجوده كانت عندي داخل البيت لسه ما صار لها شيء،
فهو قلنا لكم اكبر حمايه انك للنبته اذا كان انت بتعرف متاكد انها بتتحملش البرد، تدخلها البرد، ولا بيصير معاكو زي اللي صار مع هذه الشجره. انا كنت مخليها عشان اعمل فيديو وبعد هيك احنا هنتخلص منها لانه طبعا ما فيش من وراها فايده. نكون احنا ان شاء الله وصلنا الى نهايه هذا البرنامج. والاخ الفلسطيني انا وعدته اللي في ولايه بايرن في المانيا، وعدته اني اعمل له فيلم، والفيلم هذا انا عملت له اياه كيف انت تعتني وايش تجاربي عن الزيتون. الزيتون في منطقه بايرن لا اعتقد انه يطلع، يعني ما تجربش يعني خساره للفلوس، ولكن اذا جربت وزبط علمني اتعلم منك، بس ما اعتقد انها تطلع. من خلال زياراتي انا سافرت من المانيا لعند التوسكانا في ايطاليا، واحنا مسافرين في ايطاليا طبعا بنمر احنا ببايرن، لان بايرن هي في جنوب المانيا ومحاذيه لايطاليا. وظلينا اول ما نزلنا في ايطاليا، في ايطاليا اللي هو في اللي هو ايش بسموه يعني المناطق البارده في ايطاليا، فانت تشوف الاشجار في اول ايطاليا يعني عند الجاردزي، بدايه الجاردزي، وتنزل انت لعند ما نصل روما، ونصل بعد هيك نصل للتوسكانا، وانت ترى التغير في انواع الاشجار. الاشجار المحاذيه لبايرن لالمانيا اشجارها تقريبا زي هنا، وعند ما تصل للتوسكانا بتبدا ترى زرع اشجار الليمون واشجار الزيتون واشجار التين واشجار كذا، بتبدا الزراعه زي فلسطين. فهو المناخ هو اللي يتحكم في الزراعه مش انت. فاحنا نكون وصلنا الى هذا نهايه هذا البرنامج ان شاء الله. اتمنى انه يعجبكم، واذا عجبكم هذا الفيديو تنسوناش من الدعاء لنا، وتنسوناش من المتابعه، وتنشروا يعني فلسطين بلد الصمود، وصمودنا ياتي من شجره الزيتون ومن اشجارنا ومن زراعتنا. ونقول نستودعكم الله، وحفظ الله فلسطين واهلها، وحفظكم اينما كنتم. مع الف سلامه.